داني موتا تنطلق العرضية يصل للمتابعة كولباني تسديدة من كولباني زاوية مليمترية وخطأ آخر من فيراري وهذه المرة كولباني يعطي الأسبقية بهدفه السابع لفريق بلادينو عملية ممتازة من داني موتا لوحده ضد بيدرسن وروان تريسولدي وجد تمريرة ممتازة لكولباني لا يبدو لي بامتياز اليوم فيراري في المباراة ويحتفل برايدا وكذلك أدريانو غالياني هدف لصفر لصالح مونسا بعد قائمة تورسفيرد نرى العملية هنا لوحده داني موتا ضد بيدرسن وروان تريسولدي عرضية ممتازة لكولباني هنا فيراري ناعم جدا في المراقبة ومن زاوية شبه مستحيلة كولباني يلتف ويضع الكرة نحو القائمة البعيدة هدف لصفر لصالح مونسا واعتقد انها بجدارة بغض النظر عن قائم تورسفيرد قدم اداء افضل بكثير مونسا من ساسولو